لذلك انا بنقوله استحشناك شويه هلبة فيك. الله يخليكم، واكيد اني استحشكم اكثر، واكيد اني فرحانه هلبة اليوم بانني نكون معاكم في 218 هذه القناه العزيزه على قلبي، واللي ديما معانا وفي كل مناسباتنا، فنورت هلبة يا عمار. انا خايفه منك. راه لا تسالش، مفهوم. استاذه خدوجه، فضول يعني موجود عند اغلب الليبيين، الجيل السابق وجيل اليوم، نجمه رقم واحد في ليبيا في الدراما وفي المسرح. في هالبناس حابه تعرف تفاصيل البدايه او الانطلاقه، مش كعمال، لا، خدوجه من وين جايه؟ من اسرتها، اسرتها هل كانت داعمه للفن؟ وين تربيتي؟ وين عشتي؟ طبعا انا عشت بدايتي، نقدر نقول خدوجه بنت طرابلسيه، يعني انا بالتحديد من المدينه القديمه جهه باب الحريه. كنا عندنا بيت جميل كي فوق شويه، في نذكر في الطابق الاول والثاني في اول قوس راعي. عشت مع اسره من الاب والام، وكان ولد واحد محمد الله يرحمه، واربع بنات. حياة بسيطة، أسرة ليبية بسيطة، عايشين بمحبة الوالدين وبعاداتنا وتقاليدنا، بس يعني الحياة طبيعية في الأول، ولأنني بديت صغيرة. حب للمسرح والفن؟ لا طبعا إطلاقا، وأنا في العمر هذا لا، بس عندي والدي فنان، بمعنى مش فنان هو في شيء، ولكن عنده أذن موسيقية، كان يحب جدا عبد الوهاب، يسمع في اسمهان، يسمع في فريد الأطرش، يعني هالحياة هدية دائما متابعة للتلفزيون، يعني حتى من زمان احنا عندنا تلفزيون، كان كنا يعني نشوفه في تلفزيون واحد، يعني كان في الحوش، فابوي دائما متابع للحياة الفنية. ممكن من هنا النقطة بدت، يعني أما أني فكرت أني أو نعرف مسرح أو دراما، لا هذا طبعا غير وارد. بس لما بديت في الابتدائي، مدرسة النشاط المدرسي في المدرسة هي اللي اختارتني من مع المجموعة، يعني مع المجموعة، بس الله يمسيها بالخير، أنا نذكر ما زالت جمالها ونتذكر في اسمها أبلة حورية. هذه لما كنت قبلها كنت نقرأ طبعا في جامعة محمود، بعدين غيرت قريت في مدرسة الجلالي في ميزران، فقبلها حورية هذه شافتني حطتني مع المجموعة الصوتية، يعني حست أنني ممكن نغني، يعني كنت ندندن أو نغني عادي، يعني حطتني مرة واثنين، بس أنا حسيت نفسي أو هي ما شافتنيش صح، يعني مكاني، فقالت لي أنت ما تحبيش الأغنية، تعالي نجيبك نحطك في مكان تاني. فوين جابتني؟ جابتني في مشهد صغير، مشهد تمثيلي. فالمشهد التمثيلي هذا هو أنا يعني كنت فيه، يعني فيما بعد عرفت أن أنا أحسن، وهي حست أن أنا فعلا، لا قالت لي خليك إذن في التمثيل مش في الأغنية، ومنها انطلقت يعني. طيب لما اتجهتي للتمثيل اللي هو كمشاهد بسيطة ومسألة مدرسية من خلال المدرسة بس، خلال الطفولة، نعم، أكيد كنت فرحانة ومتشوقة وترجع تحكي لماليك أنا مثلت، أنا قدرت، أنا بنطلع ممثلة، شو كانت ردة الفعل؟ هو شوف أنا لأنه هو طبعا صغيرة هلبة، فما كانش الهاوز متاع اللي أنا ممثلة ولا لا، ما زلت هذا كله عادية، ونحس في حاجة جديدة عليا لأنه فيها حفظ وفيها تدريبات كل يوم، بس اللي فيها الحاجة اللي نتذكر فيها أني حبيت الموضوع هذا، يعني بديت حتى يعني نستنى في الوقت أم تجي الحصة بتاع النشاط الفني أكثر من بديت مهتمة بالقراية. فلما نرجع نبدا عاد نجي لامي، امي الله يرحمها هي بالذات اكثر وحده كانت يعني معاي وكانت حابه، ابوي طبعا لا، يعني ما انا اصلا يعني ابوي ما نقدرش نقول له مثلا، يعني كان والدي الله يرحمه كان صلب قوي شخصيته، ما نقدرش الحاجات هذه، لكن امي نجي نقولها يوم اليوم درت أنا هيك الأبلة، قالت لي ديري هيك، درت الحركة هذه، المشهد أنا قلت مثلا كذا كذا كذا. هي أمي كانت أكثر واحدة، وعندي أختي برضو، الأختي الكبيرة فطومة كانت أكثر واحدة أيضا، يعني مبسوطة بالشيء، يعني يعني فرحانين بي، يعني بس يعني هي هذه البداية يعني. طيب المجتمع مراحل، جي مراحل يتغير شوية، جي مراحل يرجع للحياة، صحيح، مراحل يتقبل الفن، يتقبل البنت مش الغنية، البنت تمثل، البنت تكون إعلامية، وفي مراحل البنت تتجه للمجال هذا بين قوسين يعني يشبه للمجتمع بنظرة خاطئة. هل كانت نفس النظرة اللي مرت علينا ممكن من سنوات
فاتوا سيئة للمجال هذا كانت موجودة زمان أيامات بداياتك؟ طبعا كانت موجودة وأكثر عكس الآن. الآن يعني البنت أو المرأة لما تخش المجال الفني أهون بكثير من الفترة اللي نحكي لك عليها في السبعينات برغم أنني كنت صغيرة. فأنا بدليل أنني مرة من المرات ماشي أنا وأمي في جهة وما في فرقة المسرح اللي هو فرقة الجيل الصاعد. فماشي أنا وأمي فصدفة هيك شوفت مكتوبة اليافطة الكبيرة فرقة الجيل الصاعد للتمثيل والموسيقى. فقلت لها يوم هي هذه فرقة مسرحية هاي خل تعالي نشوفها نبي نشوف يعني أول مرة هذه نحس إن قلبي مشي لحاجة نحبها. وطبعا بقى انقطعت بعد ما دراسة طبعا ما عادش في لا مسرح ولا في نشاط ولا في شيء. فخشيت أنا وأمي وافقت أمي خشيت أنا نبي أول مرة نشوف العالم الفرقة فنانين نشوف حاجة نحبها بس ما نعرفهاش ما زلت نبي نعرفها. فبالصدفة نلقى الله يرحمهم المخرج مختار عوبة وكان مدير الفرقة محمد زميت كانوا هادو يديروا في بروفات مسرحية ولحسن حظي أو ربي كاتب لي إن هم كانوا يبحثوا عن شخصية في نفس عمري وفي نفس مواصفاتي. هذا الموقف نفسه أنت لما اختمت لقيت المسرح وحبيت تخشي تشوف بس يعني بحسن نية طبعا جدا يعني. فقال لي شن تبي شن يعني شن دوري في حياتي؟ قلت له لا أنا نحب يعني المسرح ويعني كنت نمثل في النشاط بس أنا نبي نشوف. قال لي يعني أنت تحب التمثيل؟ قلت له إيه يعني ما زلت براءة وما زلت ما نعرفش أي شيء. فقال لي اسمعي شو رأيك يعني هو توا الحظ كان عندي مسرحية وعندنا دور بنت ناقصتنا في عمرك وهيك زي اللي كنتي بالضبط. أنا فرحت طبعا عرفت فرحت ونسيت أبوي مثلا يوافق ولا أمي قالت لي هيك ما وافقتش قالت لهم لا أمي ما نقدرش نقول لكم توا لين تجولي لأبوها وتقولوا له بعدين هو لا لكن أنا توا ما نقدرش. المهم طلعت وني سعيده فرحانه مش ورغم اني مازال ما شفتش لده المسرح ولا اي شيء ولكن قلبي هيك سعيد بالضبط. فاني قلت لها يوم تخطف في امي عاد في الطريق والنبي ابوي خليه يوافق والنبي هذا في شيء مسرح يعني شويه اللي يجوا مش زي التلفزيون وكذا. المهم باختصار امي بدت تمهد لبوي بس بعدين ثاني يوم جاء مختار عوبه لبوي. بوي في الاول لاني صغيره وعادي وافق ما قالش لا يعني ومسرح بالذات مهما كان في يعني ناس معينه. كم كان عمرك وقتها؟ نقولوا يعني 9.5 10 هيك في 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 هال في هال اي لانني بديت اول مسرحيه يعني في العمر هذا. فالمهم بوي قال به يعني اقتنعوه عمي محمد زميت ومختار عوبة وافق بديت عاد كل يوم عاد نمشي البروفات يعني أمي لمدة ساعتين في اليوم في النهار طبعا بكري نمشي نتكر فاحنا 2:30 3 يعني على 4:30 5 كنا في الحوش كانت الأمور سهلة. فالمهم بدأت شوية 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 وجي يوم طبعا العرض كان العرض نتكر فيه في مسرح سينما الحمراء. فطبعا انا خاش يعني حاجه جديده تو في المسرح وكانوا يساعدوا فيا وكانوا كل لكن لما طلعت للجمهور طبعا شفت وقعدوا يصفقوا لي لان مازال ما قلتش حتى كلمه. هم مش لانهم هم دعم الحلو من الجمهور لفتاه جديده فحلوه هذيك التصفيقه. فاني حسيت قلت حي حي الجمهور يعني في داخلي نتكلم بس طبعا الرعب اللي ركبني وما عادش عرفت حتى اني شنو نقول يعني فعلا اللي يقول لك راح مني وليت ابيض هذيك اللحظه وليت بيضه يعني فعلا. المهم المختار عوبه من الكواليس يقول لي اعطاني اول كلمه في الحوار وعينك ما تشوف الا النور. انطلقت حسيت بدفء الجمهور وحسيت انني ندير في حاجه حلوه والدور بسيط والدور يعني ماشي مع تركيبتي بنت صغيره وبسيطه. فهذه كانت الاشاره من اغلب الناس في اول مره في كل حاجه دائما فيها خوف اول مره في التلفزيون اول مره انا كنت مرعوبه انا كنت خايفه لا انا كنت بدليل اني طلعت نسيت كل شيء من وهله اول مره نشوف جمهور لا طبعا كنت خايفه ومرعوبه لكن برضه مازال ما نعرفش التجربه يعني كيف انا خايفه ولا كيف علاش هذا عرفت بعد العرض.
ف يعني يعني مشيت المسرحيه ومشيت انطلقت وكذا، وفي نهايه العرض الجمهور يعني صفق لي هلبة. وطبعا اللي تعرف الفنانين يدمعوا في الوجوه يفرحوا لما يلقوا وجه نسائي ووجه طرابلسي وليبي. فمن هنا هذه اول نقطه. وقعدت بعدها انقطعت، وبعدها جيت مسرحيه ثانيه، جي مختار عبلي بوي نفس الشيء، ودرت مسرحيه ثانيه حلاوه الحكايه. وطبعا وقت الدراسه فابوي قال لهم لا، هو هذا خلاص البنت يعني بوي حسني 11 12 سنه اني كبرت يعني، فقال لهم لا خليها تكمل دراستها وبعدين. بس هذه كانت تمهيديه ممكن لنا بعدين الوالد بديت، لان بديتي في الطفوله فما قدرش يقطع عليك. لا طبعا كانت عادي، لكن بعدها قال لي خلاص يعني 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 بعد لما بديت طبعا اكثر بروفات بديت عروض، ومرات نطلع وخارج طرابلس وخارج طرابلس عروض، مثلا نمشوا للزاوية نمشوا لمصراتة نمشوا لبنغازي. فابوي قال لي لا هنايا لا ما فيش هذا الموضوع هذا كله. فقعدت فتره بعيده وبديت في الدراسه، لكن تعبانه هيك يعني، مستحشه المسرح مستحشه الزملاء، كيف بديت ناخذ على. فمن هذه اكثر حاجه يعني. هذه كانت طبعا الانطلاقه والبدايات، بعد شويه حننتقل للاحترافيه والنجوميه والرقم واحد في ليبيا. لكن قبلها ايش رايك ناكل حاجه جديده؟ توا يلا يلا معك يلا. وصلنا لفقرة أيضا مهمة واللي فيها موروثنا الثقافي اللي يتمثل بالأكل الشعبي الليبي. خدوجة صحتين مقدمة. الله يسلمك، صحيت صحيت عليها اللمة الحلوة هذه ما شاء الله اليوم. شنو حتوكلني يا عمرها؟ كسكسي بالبوصلة، طرابلسي حقاني، والمبطن والعصبان، وسلطة بتاعنا المحلية، وهذا شنو؟ هذا طبعا جابتها الأستاذة خدوجة، عسلوس طبعا. اي هذا احنا حاجاتنا الجميله، وبعدين العسلوس بالذات مش في اي وقت يعني، لازم في مواسم معينه، فالوقت هذا يعني اهلنا الغاليين في ليبيا بعتوهولنا دسوهولنا هيك حصتنا. عشان يتاكل مع الكسكسي عادي؟ لا يتاكل ايه هيك بروحه هو يعني، هو اجمل ما فيه لانه هو ما شاء الله كله دسم يعني. ايه انا ما نعرفهاش نسمع به يعني، احنا في الزواره ممكن كسكسي هو واللي هو اي يعني، بس ما اعتقدش ان نديروا فيه. انا عارف كيف تديروا فيه انت، مختلف مش الشكل هذا يعني، اول مره نشوفه والله. باهي لازم تذوقه. ما لا انت تحب الحار ولا لا؟ طبعا. خلاص هو حار شوي. كلنا من الفضل. يلا خلينا نبدا. اسالك اكلتك الشعبيه المفضله شيء؟ طبعا اكيد اول حاجه الكسكسي يعني، نحب الكسكسي بالبصله اعتبار، ورشه الكشكاش طبعا هذه من احب الاشياء. نحب شربتنا الليبيه الخفيفه يعني، والحاجات هذه المشقشقات على رايك، المبطن والدولمه والحاجات هذه، الكفته اللي بالبصله، هذه الحاجات اللي هي اكلاتنا. انا البازيل لا، البازيل مش اصحاب انا وياه. عندك للبازيل ولا العصيد؟ هذ اثنين ما والله هذ الاثنين سبحان الله ما مش اصحاب انا وياهم. انا العصيده ها، بعض العصيده انواعها مش كلها يعني، ما بحبش العصيده بالحاجه الحلوه السكريه والعسل. امال كيف العصيده؟ بالحلبه. بالحلبه اي اي، نحن ديما يا بالعسل يا اما بالرب يعني هذو الحاجتين، لكن بالحلبه في ناس طبعا تحبها يعني. بقى انت فاتحه في المطبخ؟ الحمد لله الى حد كبير طبعا. اي طبعا ما يكون عندي صراحه زميلاتنا اللي في الوسط الفني اليوم مش فاتحين. لا يا ده حرام عليك زي نعيمه مثلا. لا حرام عليك فالحه. اي فحلو. طيب يلا تفضلي ان شاء الله يعني. احنا خلينا نعزم الناس ولا ناكل بروحنا احنا؟ ولا الفريق اللي معانا المخرج والمصورين لازم يذوقوا ماكلتنا ولا لا؟ المفروض يلا كل المشاهدين يتفضلوا معنا. نبدو باش يعني نبدو. لا انت بيك تبدا عاد بالعسلوس نحطها مع الكسكسي ولا هيك طول؟ لا 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 بدها هيك كلها هيك بروحها. لا ما تاكلهاش مع مش مع الكسكسي هذا بالبسطه لا، فما مانيش عارفه. لذيذ اي وحار، كان معنا محمد الطيب يا سلام. يلا الكسكسي هذا من اجمل الاشياء يعني بصراحه. انا الكسكسي العراس هذا الواحد مرات لما يبدا متغرب زي حالاتنا يعني مستعد يدفع اللي قدامه واللي وراه عشان هو يحصل هيك خلاص يعني، يعني زي بتاع العراس مش بتاع بالضبط. هو الكسكسي ما شاء الله يعني حار زي بتاع العراس جديات يعني. يعني هو هذا اجمل الاشياء يعني، عرفت حاجاتنا نتغربوا ولا نمشوا هني وهنا ديما الاكل بتاعنا موجود ديما حاجاتنا. وبالعكس حتى الناس
يحبوه. أنا مثلا المبكبكة كل الناس تحبها بالإجماع يعني، يعني أكلتين يعني الناس لما نعزمهم ولا نقول شو تحبوا الأكل اللي بيقولك عايزين مبكبكة. صح، حتى زملائنا في الأردن اللي في القناة كلهم يحبوا المبكبكة. آه. كلهم والكسكسي وجاري يعني. أي طبعا، ما إحنا لازم في اللي يدوقها أول مرة يقولك واي صعبة، لكن بعدين يحبوها يعني بالعكس يبدو منسجمين معها. ايه بقى يدوق البطن. البطن ايه طبعا يدوقوا كل شيء ان شاء الله. انا ما عنديش معاها. احنا المفروض جبنا سوينيات ثانيات لكن مش مشكلة. البطن عادي عاد. في احنا في اللي يحبها بالبطاطا وفي اللي يحبوا بالبتنجال. حتى البطن والبتنجان طريقة جميلة، ما نعرفش انتوا تاكلوا فيه ولا لا. ما دقتهاش قبل، لكن كده حيكون مش مختلف. انا البتنجان شبيه بالبطاطا، يختلف شوية طعم. هو نفس الحشو، مجرد البطاطا بتنجان بس يعني. حتى طريقة الحشو اللي هي هيك نفس هي نفسها. حلو، احسن اكلة تعرف الطيبة الكسكسي. الكسكسي ورشة كسكاس والمبطن هادو اكثر حاجة بشربة ليبية يعني، هذه بتاعتنا هذه نحبها. في اللي يحبها خفيفة وفي اللي يحبها طبعا ماسكة شوية أكثر يعني. أي خاطرة يعني. أي وأجمل شيء في رمضان. بقى في المطابخ العالمية شنو تحبي تأكلي؟ أنواع المكرونة صراحة. إيطالي يعني. أي إيطالي. أنواع أنواع المكرونة يعني نفضلها يعني، برغم أنها هي مشكلة كبيرة. لكن أنا ماني شخصياً نموت في الحاجة الصلصة مثلاً. مكرونة صلصة نموت فيها يعني، حتى تبات عادي ناكلها يعني. هل بنسحب مسكعة أصلاً؟ مكرونة بشاميل، مكرونة في الفرن يعني، هذه حتى هي من الحاجات. مكرونة اللي بالخلطة الأسماك هذه كلها يعني. أنا في المطابخ العالمية يعني ما عنديش روح مع الهندي. مع؟ الهندي. الهندي. في حاجات حبيتها وفي حاجات لا يعني، حاجاتهم طبعاً حتى الأكل بتاعهم كله حار يعني. في حاجات حبيتها وفي حاجات لا يعني. ونحب طبعا تعجبني جدا المقلوبه. اي نحب المقلوبه الشاميه جهتين الاردن وفلسطين وكذا، ونحب الكبه، الكبه المقليه مش النيه يعني. اي فهذه الحاجات بالاضافه انت طبعا عندهم طريقه السلطات، نوعيه السلطات يعني متعه يعني. بابا غنوش ما بابا غنوش طبعا. الشامي معروف يعني كشكل وكنكهه يعني. طيب المطبخ المصري حتى هو غني بالاكلات، اصحاب انت وياه ولا حاجات دون حاجات؟ حاجات دون حاجات طبعا. طبعا انا نحب الفول والطعميه جدا. كويس. في الاول ما حبيتش الكشري. في الاول ما حبيتهاش، لكن جربت اعجبني بس بطريقه هو يخلطوا فيه طبعا بالرز وبالمكرونه. انا لا يعني لازم ما نقدرش ناكل الاثنين يعني، نديرها بالمكرونه بس والرز ما يكونش لي. ايه هو احلى حاجه انك تنوع كيف تبي، تبي مخلط او تبي رز بس او مكرونه. شاطرين طبعا، شاطرين جدا في البشاميل هم، المكرونه بشاميل والمسقعه طبعا. مسقعه هو احنا زينا احنا نديروا فيها، لكن هم فيها شوية حاجات إضافية بس، لكن هي قريبة. إحنا زي ما نقولوا الطباهج هيكي، إحنا الطباهج نديروا فيه بس ندروش فيه الحم المفروم، لكن هم يديروا له في الحم المفروم. هذه أكتر الحاجات يعني. إحنا جوعنا الناس وإحنا جوعنا، بس حنستمروا شوية في الحديث عن الأكل والمطبخ. أنت تعرف أن أنا يعني هذا جزء من الحاجات اللي هي مهمة لما تكلموا على تراثنا، زي ما أنا باللبس الليبي مثلاً. اللبس الليبي هذا جزء مني يعني، حتى في معظم المهرجانات المهمة والكبيرة نلبس، نفتخر اني نلبس زي الليبي متاعنا. فهذا جزء من تراثنا لازم نحافظه عليه ولازم نهتموا به أكثر، ولازم الناس اللي ما تعرفش المكرونة المبكبكة متاعنا واللي ما يعرفش الكسكسي واللي ما يعرفش، لازم نضوقوه للناس حتى نعرفه هذا جزء منا يعني. بالعكس احنا لما تقول لمصر يقول لك مثلا فول وطعمية ولا كشري، حاجة جميلة ان البلد هذه ايه، زي ما حكينا في بلد الشام المقلوبه. فبالعكس احنا الشيء هذا نعتز به يعني. ليه مطبخنا ما زال ما سوقناش بالطريقه الكويسه يعني؟ مثلا هل الناس تعرف ليبيا يقولوا كسكس هو الكسكسي، بس ما يعرفوش رشه الكسكاس اللي احنا لا، هي رشه كسكاس حتى على مستوى احنا يعني في ليبيا. يعني رشه كسكاس بالذات هديه الطرابلسيه. يعني هذونا اي يعني طرابلسيه اللي المشهوره بها. تو زي ما مثل العثمان احنا نديروا فيه بطريقه، في الشرق يديروا فيه بطريقه يعني سبحان الله. حتى طريقته لما يديروا في المسير في الكبايه في الطاسه يديروا المسير يعني. اي بالضبط يعني، حلو مختلف يعني علينا. في حاجات مختلفه زي ما نقولوا
في الجنوب ايضا عندهم لفتات وفي اي لفتات يعني احنا مثلا في طرابلس ما نديروش فيه بشكل كبير. فحلو التنوع هذا ما بين في ليبيا في كل مدينه يعني بشكل مختلف. يعني الانطلاقه الحقيقيه اللي هي الدراما تقريبا كيف كانت سهله زي اليوم؟ جولي بوي نفس الحكايه، ابوي رفض زي ما انت تو تاكل في العسلوزه اول مره. صار شخص واحد بس كان ليه الفضل في ان خدوجه تكون نجمه. يعني حنعملك تو نقول لك في الجاي قهوه عربي. خلينا نرجع لجزئيه مهمه اللي وقفنا عليها من بكري. بدايتك اللي هي حكينا عن المسرح، كيف اهلك تقبلوا فكره انك تكوني فنانه؟ هي جت منذ الطفوله تدريجيا بشوي بشوي لين ما قدروش يوقفوك على حلمك، وشافوا ان انت ما تديريش في حاجه غلط وبالعكس هذه رساله. الانطلاقه الحقيقيه اللي هي الدراما تقريبا بالتحديد، كيف كانت سهله زي اليوم؟ يعني فجاه تجيك فرصه تكوني بطوله دور بطوله او كان فيها طريق طويل؟ لا، هي طبعا انا طبعا بديت بالمسرح يعني، وعملت 3-4 مسرحيات اللي هم في البدايه، وبعد جيلي صح انتقلت ايضا لفرقه المسرح الليبي اللي هي في قدام مستشفى الجلاء. وهذه طبعا المسرحيات او المسرحيات اللي قدمتها كانت صراحه بامضاء المخرج الكبير عبد الله الزروق. وكان الاستاذ عبد الله الزروق يعني قدم لي فرصه، يعني هي طبعا اصبحت بصمه في مسيرتي الفنيه، على اعتبار انني في عمر صغير، وانني يعني ناخذ مسرحيه كبيره عالميه اللي هي مسرحيه ماكسيم جوكي الكاتب العالمي الشهير، مسرحيه الحضيض، وانني ناخذ شخصيه ناتاشا. هذه الشخصيه الرئيسيه يعني مش اي حد يقدر عليها، لكن الحقيقه باداره الاستاذ عبد الله الزروق وكل اللي كانوا الحريقه فنانين كبار، منهم عبد المجيد المستاوي، منهم فتحي كحلول، كانوا اسماء كثيره يعني الحقيقه. يعني كانت الفنانه معنا فتحيه ايضا من ممثلات الجيل اللي قبلي. فمن النقطه هذه بدات التنوع في الادوار، بدات الثقه تكبر. وبعدين للاسف انقطعت برضه فتره، الوالد قال لي ثاني ستوب. بعدها جي مسلسل الهاربه. هذا مسلسل هاربة هو بالنسبة لي نقطة التحول الدرامي، أو أنني نعرف كخدوجة صبري وجه جديد. فجولي بوي نفس الحكاية، أبوي رفض يعني بإصرار بشيء رهيب. يعني لما الوالد رفض بشكل كبير وقتها ما يأستيش؟ ما؟ ما يأستيش؟ لا لا، ما مش هو، لكن خلاص شو بندير يعني. كان صعب اني مثلا نقدر نوقف وجه ابوي ونقول لا وكذا، كان صعب جدا علي. ما كانش في حريه المساحه اني نعبر عن رايي بشكل واضح، اني نقول مثلا نحب هذا المجال ونبي نستمر فيه. لان ليش؟ لان اول حاجه يقول لك لا كملي قرايتك قبل، او جوزي قبل، او يعني عرفت الحاجات هذه، لان ظروف وعادات والتقاليد كانت صعبه فعلا. يعني كتر خيرهم كل، حتى الجيل اللي قبلنا اللي ضحوا لعينه، زي الفنانه الكبيره حميده الخوجة، زي لطفيه ابراهيم، زي الفنانه سعاد حداد، زبيده مهيبه نجيب، زبيده قاسم. طبعا كل هذه الاسماء اعطت لهذا الوطن. مهدت شويه الطريق. نعم، مهدت الطريق ان المجتمع يتقبل. طبعا طبعا، يعني انا متكلم يعني طبعا مهيبه وزبيده هذو فيما بعد، ولكن زي سعاد وحميده ولطفيه هذو كلهم احنا لقيناهم قدامنا قبلها في فنانات من مصر ايضا كانت مساهمه معنا. فبس فلم جتني فرصه اللي هي فرصه العمر او فرصه ذهبيه، انتقالتي من المسرح اللي كان يحضر فيه مجموعه محدوده مهما كان الى التلفزيون نقله. فهنا ابوي طبعا رفض شديد وخاف. ابوي كان يشتغل في مصرف ليبيا المركزي، كان موظف غادي، ف يقول لا كيف الموضوع، وانا عندي وكيف الناس والخدمه، يقولوا بنتها في التمثيل، ويقولوا مش عارفه شنو. فخلص تسكرت الحكايه. ولكن جي ارجع ثاني استاذنا الكبير حسن التركي والله يرحمه، عمي نور المكي، واقنعه. سبحان الله اقتنع ووافق. واحنا في البروفات، في اثناء البروفات، الله يرحمه المخرج والفنان الكبير محمد الساحلي،
كان عنده يجهز في سهرة تمثيلية حلقة واحدة فيلم قصير أو تمثيلية تلفزيونية اسمها كانت نذكر فيها الكادح للكاتب الكبير أستاذنا عبد الرحمن حقيق. فأنا كنت ندير في بروفات الهاربة قراءة على الطاولة. فكان الدور تقريبا كانت للدور كان لزبيدة قاسم. بس زبيدة قاسم ما جتش هذاك اليوم التصوير. فما نعرفش من اللي يفكر فيه قالوا لا في وجه جديد اسمها قدوجة مع حسن التركي في الدور فترة جيبوها. نجربوها. جيبوها في الدور هي يعني جديدة ومش حتعرفهم. فالمهم جو كلموني وانا في البروفات حسن التركي رفض. قال لهم لا هذا وجه جديد وانا جايبها في دور مهم وما نبيش نحرقها البنت يعني ما نبيش. المهم من هنا وافق قالوه يوافق بخفة دم والله يرحمه محمد السحلي هذا المخرج الكبير. المهم يضحك استاذ حسن وقال لي خلاص انت ما عندكش ما قلت له انا نبي ندير اي شيء ماذا بيا يعني عرفت نبي نطلع تلفزيون بنشوف روحي. فمشيت فنذكر في هذا العمل كان بطولة الفنانة الكبيرة زهرة مصباح والفنان مصطفى المصراتي وكان ايضا الفنان الله يرحمه استاذي استاذ الجميع استاذ محمد شرف الدين. هالناس العظماء هالناس اللي اعطوا للمسرح. تصور استاذ محمد شرف الدين شنو يدير طبعا لان اني جابوا لي النص يعني مش حافظه ولا نعرف ولا فاهمه الشخصيه ولا اي شيء. خديه قال لهم يعني طبعا اول مشهد طبعا قعدت نعيد فيه. الفنان الكبير محمد شرف الدين ياخذ لوحه كبيره ويجيب خطاط ويبدا يكتب لي في الحوار ويجيني قدام الكاميرا تصور مش حتى اي حد هو بنفسه ما شاء الله على هذيك الروح الجميله بين الفنانين هذا الجيل اللي ما يتعوضش. فقعد الله يرحم عمي محمد شرف الدين ماسك وني طبعا نخنا بكي شويه حتى ما نعرفش الخنبه بتاع كاميرا ما زلت اول مره زي ما انت تو تاكل في العسلوز اول مره. هو من كتر ما مآمن بيكم ايوه هو شوف كانوا الناس تحب بعضها كان الجيل هذا اي حد يخش جديد وخاصه من العنصر النسائي كان يطبطب عليه وكان تحس ان محمد شرف الدين الى الله يرحمه اللي انتقل واللي نحس فيه ان هو ابوي عندك هو عندك شعبان القبلاوي هادو الاثنين يعني فعلا ناس يعني ايه بحي لو نسألك من اكبر شخص لو تختاري شخص واحد بس كان ليه الفضل في ان خدوجة تكون نجمة حتى لو كان في المراحل اللي احنا نحكي عليها قدام شخص كان ليه فضل اكثر شخص كان ليه فضل اولا تلفزيونيا حسن التركي وبعدها على طول حنقول عبد الله الزروق. عبد الله الزروق ككاتب وكمخرج وكأول شخص يعطيني بطولة مطلقة طبعا عبد الله الزروق يعني مع احترامي مع كل الأسماء الكبيرة وحتى الجيل اللي بعده جيل الشباب اشتغلت معهم لكن انت كانت تقولي الأقرب وشكون أعطاك فرصة أكيد لأن عبد الله معاه اشتغلت في السينما اشتغلت معاه في المسرح اشتغلت معاه في الإذاعة في التلفزيون يعني تاريخ لو انت تشوفه تلقى جزء كبير من رحلتي عبد الله الزروق. ولكن لا يمنع ان حسن التركي قدمني للناس في دور الهاربة مع لما ينحط اسم خدوجة صبري مع حميد الخوجة مع سالم الشريف مع الله يرحمه علي القبلاوي مع العزيزة زهرة مصباح كل هذه اسماء كنت نحلم انني نشوفها مش نشتغل معاني نشوفها على الطبيعه تشوف حميد الخوجه هذا الدور اللي حتى بعد ما اشتغلتش ولكن قعد بصمه الهاربه بصمه ونجاح حميده او هذا العمل ككل كاخراج برغم انه هو طبعا نص عالمي اساسا يعني صحيح ولكن احنا كنا نجحنا مع حميد الخوجه كنا نجحنا مع الفنان الكبير عياد زليطني هذا النجم العربي اللي لما توقف قدام عيونك يقول أشياء كثيرة يعطيك الإحساس وأنا كنت جديدة مش فاهمة لا كاميرا ولا خبة الكاميرا ولا كنت أي شيء كانوا كلهم محتويني فهذه وقفات في حياتي يعني وهذه اللي حبت الناس يعني لو أنت تقول لخدوجة شنو بدايتها حيقولوا لك الهاربة وخدوجة شنو حيقول لك الكنة شوف الكنة يعني برغم بعد قدمت أعمال كثيرة برغم أنني أول حتى لما جاني النص أستاذ محمد الكامل وأستاذ عبد الرحمن حقيق وقالوا لي بتاخذي شخصية سميرة ولا فاطمة الشخصية الشريرة أو الشخصية الإيجابية طبعا أنا لأنني تعودت المخرجين يعطوا فيها في أنت دو تحكي على الكنة الكنة لا نحكي لك عن النقطتين مهمين يعني أنا اشتغلت مع الله يرحمه طبعا الله يرحمه الفنان المخرج الكبير محمد مختار هذا قدمت معاه أجمل أعمالي منها الأصيلة
منها طريق الشوق. يعني في يعني مش هنقول لك اني كل عبد الله طروق، لا، في مخرجين مهمين في حياتي، في كتاب مهمين في حياتي، ولكن انا الاقرب او الانجح او مع من استمرت هو طبعا عبد الله طروق. شو رايك بما ان حنحكوا على الكنة وحنتعمقوا اكثر في المسيره الفنيه المراحل المتقدمه، وكيف الناس بتسلم عليك في الشارع ولما يشوفوك ينزلوا يسلموا عليك؟ تعرف اني قبل ما انت تقول حاجه، اللي باش نرجعك لحاجه مهمه باش نوريك يعني الاب والام قداش حنينين وقداش. فطبعا بوي لما حكيت لك من شويه قلت لك يقول بنتي شبا في التلفزيون يخدموا معاي، شنو يقولوا لما نجح مسلسل هاربه والناس ركزت على الوجه جديد خدوجه، بدو جو بوي اللي بنتك حط بنتك خدوجه اللي في مسلسل هاربه. قصار مدي يعني الناس بتمدح بدو هذاك الوقت بوي حس ان هو بنت خدوجه يفتخر بها. هذيك اللحظه اللي اقتنع، وهذيك اللحظه هو فعلا بعدها يعني ما ننساهاش اللحظات. يعني جيت وقلت لابوي انت راضي عليا؟ بوست هكا على راسي قال لي بري يا بنيتي انت فرح بي، لان الناس هو كان يتوقع يجوا ضدي او يقول اكيد، لا هو الناس بدو يقول بنتك خدوجة، حق بنتك خدوجة هذيك اللي تمثل في الهاربة ما شاء الله عليها مجنينها بنخطباتك الوقت قبل طبعا حتى كنت ما نجو. ف يعني حتى ممكن التردد اللي كان عنده في البدايه او الخوف كان خوف عليا طبعا، كثير من الناس بتشكر طبعا فيه. هو طبعا بيقولوا مش مصدقين شيء طبعا، لان حنحكوا اكثر استاذه خدوجه، ولكن شو رايك في فيديو قهوتنا؟ اي والله محتاجين بعد بعد العسلوس وبعد البطل. يلا بينا، يلا مع بعض. نحن المطبخ شكله حلو. أيه. شكلك شاطر في القهوه ولا الشاهي؟ لا والله تصدقي لا نشرب في القهوه ولا في الشاهي، ولكن ناخذ في القهوه في الشغل بس لما نبدي نركز داني ما نشوفش خلي في المنبهات هي كيف الكافيين يعني نسكافيه القهوه الشاي حتى في الصبح لا غريب تجيني مسخسخ خاصه تو بعد ما كلينا الكسكسي يعني حنعملك تو ندير لك فنجان قهوه عربي لكن القهوه بتاعنا الليبيه الحقانيه انا عزمتك حتى في حوشك مش مهم وأني معك. يلا الميه هي واتيه بولع لي الغاز. يلا بسم الله شربها كلها تبيها ولا لا؟ صح ولا لا لازم ضروري. وطبعا في هي الحلويات الليبيه عندي. اي ما شاء الله الغريبه والمقروض والغريبه وهذه الجرينات طبعا هذه كلها حاجات يعني تراثيه بتاعنا الليبيه كلها يعني طبعا. والله ما شاء الله المقريضه الغريبه طبعا. اسكت بتفكر هيعطيني السكر والقهوه. عندك قهوه؟ ايه تكيله طبعا. يلا قهوة تكيلة؟ لا أنا أشرب فيها قلت لك لما نبي نصحصح. قهوتك ناقصة ولا حلوة؟ لا ناقصة. ناقصة، كشيك يعني. إيه. زي بعض يعني. شكراً. وأنت شو جوك مع القهوة؟ تشربي هلبة في اليوم ولا؟ لا طبعاً أنا يعني ما نعرفش نفتح الصبح عيوني بدون قهوتي طبعاً نسكافيه يعني. هذه لازم منها و في مقدار معين يعني 3 طواسي في اليوم 4 طواسي؟ لا هو مق واحد الصبح وخلاص خلاص يعني نقعد فيه وبعدين نطلع عادي نمشي لشغلي عادي الحركه الطبيعيه. والعشيه طبعا لازم قهوه، نفضل يعني فنجان قهوه عربي هيك او برضه نشرب نسكافيه يعني. يعني عندي زوز نعرفهم يشربوا في القهوه بطريقه غريبه، الوالده هي تفطر قهوه ساده الصبح. سادة هذا فطورها خلاص تشبع. لا انا تعرف الفطور هذا ما يمشيش معي بكره، هي فقط المق القهوه وخلاص ونطلع يعني قمه النشاط، لكن ما نعرفش هو منو ذكي لازم القهوه وين القهوه وين وبعدين تلقاني. وايضا حتى محمد الطيب تخيلي يشرب 11 طاسه قهوه في اليوم. وي وي هي مزاج القهوه مزاج يعني عارف القهوه يشرب طاسه قبل ما يرقد لا لا في الليل لا. هو شوف انا مرات يقولوا والله القهوه لما تشربها او الشاهي متاخر معاش يخليك ترقد، وش رايك والله نشرب ونرقد في القهوه وبدات نشرب الشاهي نرقد يعني لما ركزت كنت نخاف صح نسمع نقول صح، لكن لما جربت شفت والله العادي معناها مش كل شيء قصدي شنو مش كل شيء لما تسمع تصدق صح هو يعني هو فعلا هي كميه يتعود عليها جسمك ما عادش خلاص اي لكن زي اللي مثلا ما عادش نشوف شاي زي ما قلت لك انا تو انا مثلا في الشتين نحب السحلب يعني هيك حلو السحلب الكاكاو ما مش اصحاب انا وياه الا في المناسبات تعرف احنا نسوينات لما نديروا فليجين اي فليجين كاكاو مع هالحاجات الحلوه هذه اللي جايبها لي ناقصتها بس البكلاوه نتاعنا البكلاوه هذه
بنت ماكلت بكلاوه، هم احنا قاعدين في الاردن وحتى هم الحلويات حلويات لكن لا سبحان الله حاجاتنا احنا ايه، بس احنا عندنا لمسه خاصه في البكلاوه. مظبوط ايه بكلاوه والمجرود الغيب هذا ما فيش، يعني الجرينات ممكن تلقاهم بطريقه ثانيه يعني حتى ايه. موجوده في الثقافه الثانيه يعني جاتها في الاردن ايه، لكن مش زي بتاعنا احنا هيك ايه، غريبه تلقاها حتى مستطيله ما يدروش فيها حتى هيك مدوره. احنا شوف احنا طريقتنا تلقاها مفتحه هيك لازم تكون وذاك اللوزه. لا لا عندنا حاجات لا بمبر عمار ما شاء الله عليكم موتي انت قهوه الليجينات ولا مازال؟ لا مازال شويه، خلى باش ناخذها وجهها خلص نقوي شويه النار عليها باش ما نتاخروش على الناس، ونقولهم والله يا ريت كل الناس تشوف فينا يجوا يشربوا معنا قهوه وندير لكم براد كبير القديمه الله. طب حبني شيا عيونا فيا كلمت ما رد السلام عليا وما رد السلام وما رد السلام رد السلام عليا. فكرتني بطرابلس والشط والميناء والميناء مدينة القديمة وباب الحرية ذكريات. احنا نزيدو شوية بس الغلوة الأخيرة يلا لكن لكن تمام باش تقول قهوة خدوجة. طبعا طبعا من زي بوي زمان يقول كان قهوه مش بالوجه هذه معناها مش قهوه، فالحمد لله طلعت لي البوي يعني ها الله يرحمك يا بوي. حتى البنت لما يخطبوها كان يقول قهوه مش شكل وجه يقول لك لا مش شاطره لا يقول لك مش شاطره لازم تكون القهوه بوجه انا القهوه وانت معي بالحلو يا حلو هاي يلا هاي قريب 20 سنة مرت على التلفزيون الليبي والمسرح والساحة الغنائية وما فيش وجوه جديدة طلعت، يعني وين السر؟ هذا شرف ليا وهذا دور أكيد حيكون مميز في عرس ولده بتبوسه وبيبوسه عادي ما فيش أي مشكلة، لكن كمسلسل كي دراما نحكي لك زي ما كنا نديره فيه. والله حسيت إني موجودة في استوديوهات ليبي يعني إني مع كل الزملاء رجعتوني في لحظة يعني الحمد لله ما إحنا ما يعني وصلنا لجزئية مهمة مع الأستاذة والفنانة القديرة خدوجة صبري. أستاذة خدوجة شنو تردي على الناس اللي يقولوا بأن زمان الفن الإعلام بما فيه من سواء كان أعمال غنائية مسرح تلفزيون يقولوا كان مقتصر على فئة معينة أو ما كانوش يفتح المجال للناس الجديدة، شنو تردي على يقولوا الفن؟ ما أعتقدش يعني ما أعتقدش كان، لأن طبيعة الحياة فيها كل الأدوار، فيها الأم فيها الأب فيها الشباب فيها العجوز فيها البيبي فيها الطفل المراحل العمرية، فما أعتقدش إنه هو واحد بيجي بيطلع في عمل هي يعمل كل هذه الشخصيات، أكيد في توزيع الأدوار وهذه سنة الحياة يعني، فما أعتقدش إنه كان في شلولية بمعنى الشلولية. وعلى فكرة هي الشلولية هي فيها ميزات وفيها سلبيات، يعني مثلا ميزة حلوة لما في مجموعة حلوة متفاهمين يبدأ إيه في أفكار في تجانس بيناتهم في فكر في عارفين شنو يقدموا للمشاهد، بالعكس هذه حاجات. ومرات سلبية اللي هي مثلا في ناس تنظلم مثلا ما فيش يكون مثلا التعاون معاها بشكل زي ما يكون مثلا المجموعة يعني متعودة إن هم يشتغلوا في السينما في المسرح برغم تعدد الأعمال في الإذاعة أكيد تختلف على السينما عن المسرح عن التلفزيون، لكن أحيانا في مرات يقول والله يا ريتني أنا ممثل أو ممثلة تقول يا ريتني أنا في الشخصية هذه يا ريت المخرج إيه شافني مثلا في دور خدوجة أو شاف حميدة في شخصية أنا نتمناها، فيعني هذه شيء طبيعي لكن هي ما هي حالة صحية يعني، وما أعتقدش الواحد كل واحد ونصيبه يعني كل واحد واجتهاده. يعني ما نحكيش هني عن مثلا توزيع الأدوار اللي هو مثلا إنه هو مختصر البطولة لناس معينة، لا ما نشوفيش إنه في سنوات قريب 20 سنة مرت على التلفزيون الليبي والمسرح والساحة الغنائية وما فيش وجوه جديدة طلعت، يعني وين السبب؟ لا ما أعتقدش بدليل عبد الرزاق بيتهيألي يعني أكثر
اكتر مخرج طلع وجوه جديده، يعني مش دفاعا يعني، ولكن هذه حقيقه يعني. يعني كل مثلا انت في المسلسل كان اول مره يطلع بشكل دور مهم انور البلعزي، كان وجه جديد يعني، ما اعتقدش وغيره وغيره، عبد الرزاق بورنيه، مجموعه اسماء يعني، زي ما باسط باجندا، زي خالد كافو، كل هذه الاسماء هذه كلها خشت جديده على الموجود اللي كان قبلهم، زي ما احنا شفنا اجيال قبله، زي ما جينا علي حميده، زي ما جينا علي عياد، علي القبلاوي، الطاهر القبايلي، كل هذه الاسماء كانت قبلنا، لطفي ابراهيم. طيب ننتقلوا للاشاعات والكلام اللي يطلع يعني في ناس تطبخ زي ما يقولوا في مكايد لبعضها للفنانين، ممكن كره، ممكن غيرة فنية. أم الدوار اللي هو زهرة البنفسج، والله مش عارفه انا شنو حكايتها هذه او من المصدر نتاعها. انا سمعت ان الزميله العزيزه زبيده خاصم كانت عندها مسرحيه اسمها ام التوار، بس مش عارفه ليش. وانا كنت هذيك الفتره كيف بديت مسرحيه حكايه طرابلسيه لمنصور بوشناف وللمخرج جمال عبد الناصر في الافيش المسرحيه، في يعني طبعا لان هي مسرحيه زي ما تعرف ان هي ليبيه 100%، ملابس، اغنيه، تمثيل، كل شيء يعني ليبي. ايه ففي مشهد هي في الصوره عندي مشهد انا في اثناء هو انا متجوزه وزوجي عريس لكن مريض، عرفت؟ فهيك محطوط زي انسان يعني، واني يعني نترجى فيه، بس هو تصور لو تشوف المسرحيه حتلقاه مشهد كوميدي يعني عكس اللي قالوه. فانقلبت انني المسرحيه حزينه وانني ام التوار وني اولا لو قدمت شخصيه ام التوار هذا شرف لي، وهذا دور اكيد حيكون مميز، لان هذه الشخصيه اللي فقدت ابنها سواء كانت ام او الشخصيه اللي هي الزوجه اللي فقدت زوجها، اعتقد هذا الدور مليان بالاحاسيس والمشاعر، وكنا مرينا بالفقدان. فأنا لو قدمت هذا شيء جميل بالنسبة لي أكيد حينضاف، لكن أنا أصلا في حياتي ما فيش هذه الشخصية، ما فيش. ولكن هيك يحاولوا أن هم يعملوا نوع من الكراهية إلى شيء معين في داخلهم، مش أكثر ولكن. لكن أنا في حياتي عمري ما عملت هذه الشخصية. من سنتين تقريبا أول تجربة مونو دراما لخضر صبري على ما أعتقد، كنا وقتها مع بي بي سي ميديا اكشن، بعتونا بنصور معك تقرير بسيط وناخذ منك انترفيو صغير ونروح. نعم. وكان عندنا ما بنديره، ما كناش حنبدا. فقلنا شو نصوروا شويه من المسرحيه من الاول. اول بديت تمثلي اول انت كنت حاضر يعني. كنت حاضر مع محمد. وانا اعرف يعني المجرى. لاخر لحظه من المسرحيه شديتينا، هو مونو دراما يعني انت بروحك بس على المسرح، المسرحيه الادوار كلها تجسدي فيهم. انت ما حسيتش بالملل رغم الامكانيات البسيطه؟ ما حسيتش بالملل؟ ما حسيتش ان القصه ناقصه ولا اي شيء؟ فكيف جاتك فكره المونودراما او التجربه هذه؟ هي والله المسرحيه جت زي ما حكينا لو تتذكر بدايه حوارنا كيف حكينا في البدايات. مسرحيه حكايه طرابلسيه هذه بعد وفاه امي، واني علاقتي بامي زي ما حكيت هي كانت معي الرفيق دائما في كل مشواري الفني، وكانت تدعم فيا وكانت تتحمل حتى من بوي اشياء كثيره من اجل هي توقف معي ومن اجل تخليني نواصل هذا المشوار. فامي بالنسبه لي حاجه كبيره يعني، يعني كنت يعني اول ما نوض من النوم نسمع دعائها، حتى لو ما كنتش في البيت معاها لازم اول تليفون لها هي نسمعها، صباح الخير، نسمعها كيف تدعي لي، بري يا بنيتي مفتوحه، يعني الدعوات الام من بداية اليوم لين لما نرقد حتى في الليل لازم آخر حاجة أمي نسمع صوتها. فلما أمي توفت جيت قعدت شنب بين هالأحاسيس والحاجات اللي جواي، المرحلة الصعبة اللي مريت بها، جيت للأستاذ منصور بوشناف قلت له أني أنت عارف أني حالتي، وابتعدت حتى على الشغل فترة لأن ما كانش عندي قدرة أني نشتغل. فقال لي شن تبي أستاذ منصور؟ قلت له أنا نبي حاجة لأمي، نبي ندير حاجة تقعد لأمي، نبي نتمتع بيها ونبي نوصلها مشاعري بعد ما توفت، شن نبي نقولها مازال يعني. صورني يعني لما أمي توفت ما كنتش حتى في الجو الفيديوهات والتصوير وكل ما كان ما كنتش فاضية بيه يعني، الآن تمنيت كل لحظة من هذيك أي وطقتها، رغم أنني عندي أكيد لكن مش زي ما نعرف الآن يعني، توا أكثر بديت نعرف. فقعمزنا وحكينا على حكاية طرابلسية، قال لي طبعا نعمل لك، قلت له حلو، قال لي بس نديلك في أكثر من شخصية مونودراما. لما قال لي مونودراما طبعا أنا كمواطنة نعرف صعوبة المونودراما،
فقال لي انا ندي لك اكثر من شخصيه وانت اختاري. فانا لما قريت كتبت لما كتب النص منصور بوشناف الله ربي يحفظه، لما شفت الشخصيات لقيت كل شخصية أحلى من الشخصية، ولقيت روحي حنتنوع، لقيت روحي في لحظة دعابة تدور في الراجل هذيك البنت اللي بيفوتها سن الزواج وتبي راجل بأي طريقة، حتى قالوا لها سكار ونكار وقالت لك مش مهم المهم نبي أي. ولقيت الأخت الحنونة اللي تنشد تطبطب، ولقيت دور الأخت الثانية، لقيت يعني تنوع في الشخصيات أنبهرت. فكمل أستاذ منصور وجاب لي هذا النص، نتذكر فيه في 2011 كنا في مهرجان المسرح في سبها، كنا احنا أعضاء في لجنة التحكيم، وغادي كان معنا المخرج علي قديري المخرج العزيز، فحكيت معاه قلت خلاص أنا منصورة وجاب لي النص ونبيك أنت تخرج لي هذا العمل كنوع تعاون ما بين بنغازي وطرابلس. المهم هني لما صارت الأحداث وجدت الأمور كلها وكل شيء وقف طبعا، بعدها قعدت يعني قعدت 2011 و12 أول 13 بديت نسافر، فسافرت أول ما نيجيت للقاهرة تحديدا فكرة أني نبي ندير شيء، بس ما نبيش نجي مثلا في عمل يعني مصري أو مشترك، لا نبي ندير حاجة يعني حاجة ليبية، نبي قد أنا طبعا عندي رصيد أنت عارف لأني اشتغلت مع مخرجين وأعمال وكذا، لكن أنا حبيت بعد هذه الفترة الصعبة اللي مرينا بها أني نطلع بشكل ليبي بتلقيتي بإحساسي بتراثنا تكلمت حتى في المسرحية وتتذكر على الغريبة والمقروض والذكريات فبديت في المسرحية البروفات هذه. فالمهم علي القديري ما قدرش ما تمكنش أنه هو يواصل معي، ما قدرش يجي تأشيرة منهم ظروف، ففكرت أن أعرف علاقتي بجمال عبد الناصر المخرج، قلت له ترى أقرأ النص. طبعا جمال أول ما قرأ انخض ما قدرش، أول تجربة لي ليبية، النص ليبي، الأغاني الليبية، يعني كل شيء ما عنداش هو فكرة. فالمهم نخلص الموضوع، فدرنا بروفات مكتفة، واني طبعا حتى كل مرة جمع عبد الناصر يحدد في موعد العرض واني كنت خايفة كل ما يقرب الموعد ولا لا خليني نزيد ندير بروفات، خليني نزيد نتمكن، لأن فترة بعد حوالي 3 سنين ما درت شيء شغل أول مرة في الجمهور المصري لأول مرة الجمهور العربي، فكل الحاجات هذه يعني بروحي مفكر فيها. طبعا أنت عارف الفريق هو نص ليبي ونص مصري يعني صح. لكن اللي معاي في مصر كلهم أكثرهم مصريين، الفريق لما احنا نسافروا ليبي يجوا هم معنا، فحتى المعاناة يعني كلها بروحي متحملتها، ما نقدرش نشكي لحد ليبي معاي باش نقول. المهم باختصار المهم حددنا الموعد كان في مارس، كان يوم المرأة، فعزمنا الناس وعزمنا وانا كنت متوقع انه يعني مش كل يجوا، وفاجأ انه بحوالي 20 نجمة، ابدا من سميحة ايوب، لطيفة، شيرين، يعني اسماء يعني كثير، حوالي 20 سيدة كانوا حاضرين. فانت لما يقولوا لك عرفت وانا في الكواليس قبل اطلع يقول لك سميحة ايوب، سميرة عبد العزيز موجودة، وبوسي شلبي موجودة، والصحافة والإعلام والجمهور، كان يعني مش عارفة شو نحكي لك، يعني مرحلة. وهذاك الوقت انا مش خدوجة، هذاك الوقت طالعة ليبيا فعلا، لأن والتحدي واكون ولا لا اكون، هالجملة هذه فعلا هذاك اليوم حسيت بمعناها. فالحمد لله المهم افتتحنا والمسرحية وعلاقة النجاح والصدى اللي الحمد لله. وأنا عمري في حياتي يعني رصيدي المسرحية 30 مسرحية، ما عم نتذكرش أنني مسرحية أقصى حاجة عرضتها شهر، ما تخيلتش أن حكاية طرابلسية لهم 3 سنوات نعرض فيها، عرضتها في بعض الدول العربية والخليج، تحصلت عليها حوالي 16-17 جائزة ما بين الجوائز كأحسن ممثلة وفي الإخراج وكمسرحية ليبية بشكل عام، أخذت عليها الذهبية في مونديال، أخذت أني أحسن ممثلة في مهرجان الأردن، يعني الأردن حقيقة مهرجان طقوس المسرحية له خصوصية شديدة لأنه كان فيه زخم، وخاصة المونودراما، ولما أنت يعني لما قالوا اسمي تعرف، لأنني في ممثلات شفتهم يعني كانوا فيه، لكن حقيقة كانت يعني بالإجماع يعني احنا في هذا اللقاء طبعا مش هنقدر نغوص ممكن في كل التفاصيل الفنيه لان كده طبعا مفيش، ولكن هنحاول ان نسلط الضوء على اهم المراحل او الاحداث اللي صارت. صابر جوجل هذه تجربه لي كانت في احد افلام المصريه،
الفيلم اول فيلم سينما مصر. في مصر يعني اول فيلم صارت عليه لغط وكلام والليبيين وكذا، وخدوه قصوا لقطه اللي هو ابنك في المسلسل، هو حتى في الفيلم مثابه ابنك. اي طبعا، فبيعني قبلك على خدك قبلة لأولتها وقصوها وحطوا أستاذ خدوجة صبري. أي للأسف هدونا يعني مش عارفة شو نقول عليهم يعني، لكن هدونا فعلا يصطادوا في شيء من لا شيء يعني. أنا في الآخر أنا في فيلم مصري، قصة مصرية وإنتاج مصري، كل الحدوتة مصرية، فأني وأني واخدة شخصية أم محمد رجب، وفي يوم عرس ولدي يعني أكيد حنكون مبسوطة وهو مبسوط يعني فرحة، ولما أنت عارف حتى العرس المصري يعني أكثر يعني طقوسة يعني، وإحنا حتى إحنا يعني إحنا الأم في عرس ولدها بتبوسها وبيبوسها عادي، ما في شيء مشكلة. فعملوا اللي ما يعملوا، رغم أن لما تشوف المشهد عليه حقيقته ولا حاجة يعني، يعني عادي مشهد عادي مر مرور كرام، لكن اللي بيصطاد أو اللي ينوالك الشر فعلا ينوالك، لكن في النهاية الفيلم باقي والمشاهدين في نسبة كبيرة. هو بالعكس على فكرة أعطاني أكثر نسبة مشاهدة وأعطاني أكثر أي يعني، هم يعتقدوا أن هم يوخرون للخلف، بالعكس أني بعد صابر جوجل أكثر يعني. اشتغلت في التلفزيون المصري واشتغلت في الدراما الإذاعية يعني أنا جاي على مسلسل واحد لإذاعة القرآن الكريم الإمام سفيان للمخرج محمود محجوب وللدكتور برهان. الحقيقة كملت ضفوا لي 4 مسلسلات، ومن أجمل الحاجات اللي صادفت إن لما يعرفون الليبية وهيك داروا قصص ليبية وبدأت نتكلم بالليبي في مسلسل مصري. شوف جمال المبدعين المصريين كيف يدعموك بشيء رائع جدا جدا. بنحيي كل الإعلام والصحافة في مصر، وبنحيي كل الزملاء والزميلات الفنانين الحقيقة اللي وقفوا معاي وساندوني في الظروف الصعبة لقيتهم صراحة يعني. أكيد الدراما قبل والدراما تو، هذه ما نقدرش نتجاوزوها وما نحكوش في حلقة اليوم ولو باختصار. الدراما الليبية في السابق من يعني 7-8 سنين فاتت، والدراما اليوم الفوارق وين؟ أحسن شن أحسن شن أسوأ؟ بالنسبة للدراما انت زي ما تعرف انا ما شفتش حاجة دراما نقدر نقول يعني مسلسل دراما يعني. شفت برامج في رمضان، برامج خفيفة اللي متعودين عليها في فترة المغرب، شفت بعض منها، لكن انا ما شدنيش اي مسلسل حقيقة دراما يعني، ما شفتش يعني مسلسل، او اني ما تابعتش بالاصح يعني. ممكن شفت حاجة هيك على السريع، لكن كمتابعة لاني كنت نشتغل في الاذاعه ما كانش عندي، لكن كمسلسل هيك دراما نحكي لك زي ما كنا نديره فيه ما شفتش يعني. اصلا هو كان قليل جدا يعني، ما كانش فيه اكثر من مسلسل او اثنين يعني، لكن ما فيش مسلسل دراما اللي هو بمعنى الدراما يعني. خدوجه استحشتي ليبيا؟ اكيد. طيب انا سؤالي مره هذه، هل ممكن الفنان انه يعطي رايه السياسي ولا تشوفي انه غلط، ولا هل ندمت اني قلت حاجه او ان انت مش عارف يعني. هو الفنان او كل انسان يفترض انه هو يعطي رايه بكل صراحه وشن يحس او شن، لانه هو في الاخر مش فنان بس هو مواطن، هو مواطن ليبي عربي اي يعني، من حقه انه هو يقول رايه. لكن المشكله انا نتكلم عن نفسي ماليش بالآخر يعني، أنا يعني ما تكلمتش حتى ما قلتش رأيي مباشرة، طلعت إشاعات وطلعت أخويل وطلعت يعني طلعت في ناس معينة طلعوا أنهم يقولوا لا هذه مفروض حتى تحكم ومفروض حتى يعدموها في ميدان الشهداء، يعني قصص كبيرة أكبر من الحدث. فأنا ما تكلمتش وقتها وما دفعتش على نفسي وخديت الأمر بهدوء، ولكن رديت بالعمل بأنني أصلاً بنت المدينة القديمة وتربيت على المسرح، وعلموني أساتذة نحترم شغلي ونحترم المكان اللي نشتغل فيه وكل شيء نعطيه شيء، وأني في الآخر مواطنة ليبية وفنانة، والفنان هذا بيتقلب أو بيعمل عديد من الشخصيات يعني. أنا لما نمثل معناها مش هني خدوجة، شخصيات هي اللي تتكلم مش خدوجة، أنا ما نقولش في رأيي. فما انا ردي كان من مسرحيه حكايه طرابلسيه،
اشتغلت بيها ورديت على كل الأشياء. إن الفنان اللي ربك يعطيه موهبة هو اللي قادر. أنا الآن بموهبتي نشتغل والله سبحانه وتعالى وقف معي والجمهور اللي يدعم فيه. وهل بحاجات يعني أنا فقدت هل بحاجات مثلا الغربة، فقدت أهلي، فقدت يعني أشياء كثيرة أنا يعني محرومة منها، فقدت أسرتي ما صحيح يعني معاي أو يمشي وجوه، لكن في أشياء فقدت زملائي، فقدت شغلي أساسي. طبعا فقدت شغلي الأساسي، زملائي، كل هذه الأشياء أنا فقدتها. يعني ما تشوفيش أنه جاي الوقت أن المفروض المواطن الليبي ما يكونش عنده عداوة تجاه أي رأي؟ لأن هذا كل واحد يشوف في نفسه وطني بالصورة اللي يشوف فيها بالرأي متاعها. في اللي يشوف إن الوطنية أو ليبيا لازم تكون مع الطرف هذا، وفي اللي يشوف مع الطرف هذا. لا، احنا مع ليبيا، احنا مع ليبيا في كل شيء. وانا ديما حتى نقول حتى في اللقاءات اللي في القنوات المحلية او الغير المحلية، نقول ما احنا رسالتنا او سلاحنا شنو؟ احنا ما نعرفش نشد سلاح، ما نعرفش نشد مسدس ولا بندقية، لكن نعرف انني نطلع نقول على المسرح، نعرف نقول على السينما، نعرف النبض متاع الشارع، نقدر أحاسيس المواطن أو المواطنة نقدر ننقلها للشاشة. ليش الآن مثلا ننبسط لما يقولوا والله مثلا في مسلسل اليقين والله حسينا أني أنك أنت أختنا، والله في الكلمة شفت هذيك الشريرة لكن والله دمك خفيف، مثلا أنت الدور هذا والله أمي شفتي أمي تخايل فيك أنت بالضبط. هذا أنا وصلتي دان شنو، وصلت الأحاسيس مع صدقي أنا وأدائي والمخزون اللي في دماغي والمخزون الإحساس الداخلي. فهو هذا احنا رسالتنا. فحرام ان احنا نظلم الناس، حرام لنا في البشر. يعني في عندنا اطفال، عندنا احفاد، عندنا اسر يخافوا علينا، عندنا الاشاعات. حرام لما انت تجي تقول والله خدوجه صبري خطفوها وكذا وكذا وماتت، شفت خبر انه بمستشفى القاهره مسافرين خدوجه صبري جثمان. يعني ما لما تسمع بنتي وتسمع اختي، لما تسمع مرت عمي ولا صديقتي، مش هذا يأثر يعني. فحرام الفنان، يعني احنا قدمنا عمرنا من اجل. انا لما حكيت لك في البدايه حكيت لك جزء من معاناتي، اني يعني حكيت لك يعني كيف انضربت، كيف سيبت المسرح، كيف انظلمت، والاشاعات يعني بشكل دمرتني. لكن ديما عندي احساس انني قويه، انني نؤمن بهذا، بهالكاميرا هذه اللي قدامي اني حبتها، ونقول من خلالي في احساسي، ونقول انني شني نعاني. لا، ما تظلموشك، الظلم حرام، لان انا ديما ما عنديش، ما نقول حسب الله ونعم الوكيل، واني صادقه في مشاعري معاك وصادقه مع الاخر، لان المهنه متاعنا احنا هي مهنه انسانيه. لما نكونوا احنا صادقين يوصل الصدق متاعنا، لما نكونوا احنا مزيفين واحنا مع القهوه ومع شفت المنظر هذا، المدينه القديمه، هذا البحر، هذا ذكرياتنا، احنا ننسى بلادنا. انا جزء، انا برا ولكن انا كني ليبيه، أحاسيسي، مشاعري، نتكلم. ومش حتى أنني لما يجوا حتى في مهرجان يقولوا بيقدموني يقولوا ردوا بالك لازم تقولوا فنانة ليبية، يعني نبي اسمي، مش اسمي، يعني نبي ليبيا هي اللي هي ليبيا هي الباقية، احنا ماشيين. لكن أنا شخصيا نظلمت كثير اليوم. لكن اليوم الشارع الليبي يعني في بعض الشخصيات اللي مثلا في عليها شوية احنا نقولوا خلاف بين الناس، تقول مثلا يعني نشوف فيها أنها هي أخطأت أو أذنبت، وفي اللي يقول لا ما أذنبوش، ولكن أنت أغلب الشارع الليبي يحبك الصغير. ما هي هذه النعمة لأني صادقة مع الشارع الليبي. طيب أمتى حنشوفه خدوجة في ليبيا؟ قريب، لما الحمد لله أنا يوم يعني لما كنت معاكم حسيت أني في ليبيا اليوم. والله حسيت أني موجودة في استوديوهات ليبيا، أني مع كل الزملاء، رجعتوني في لحظة يعني الحمد لله. احنا ما يعني هي احنا قاعده نبوها يعني تسامح. ولهذا زهره البنفسج الفيلم هذا اهم شيء، الرساله اللي فيه هي الحب والتصالح. قديش محتاجين ان احنا نحب بعضنا، نشدوا ايد بعضنا. ليبيا هي اللي باقيه، ليبيا هي الاجمل، ليبيا الحضاره، ليبيا العز، ليبيا لبده، صبرات، شحات، اللمه بتاعتنا، دقعميزه الشاهي اللي قلنا حرمنا منها. يعني انت شفت المسرحيه بري امي بري يمشي كلمي عن، يعني امي ما كانش تشرب قهوتها ولا شاي الا ما جارتها تكون موجوده. وين هالتلاحم؟ وين الحب هذا؟ في الاخر لا يمكن ليبيا تبقى هكذا، في رجال، في شباب، لازم الاستقرار والامن. ياخذ وقت، اي نعم، واحنا تعلمنا اكيد من هذا الدرس، ولكن في الاخر ليبيا هي باقيه.
ليبيا الجميلة. استاذة خدوجة صبري يعني اليوم هي الشرف فعلا يعني. خلتني احنا كنا كويسين يا عمار. لا والله بجد، لان انا برغم القسوة هذه لكن انا نجي في لحظة نقول مش هنسامح اللي ظلمني، لكن مع اليوم وانا اليوم في ليبيا نقول الله يسامح اللي اذوني او اللي هم حتى بقصد او بدون قصد. فاليوم سعيد جدا ويشرفنا تطلعي على. شربت القهوه باهيه ولا مش باهيه؟ لا حلوه والله حلوه. غيروا الجو. استمتعنا بالحوار معك، مرحله جدا مهمه في مسيرتك استعرضتيها اليوم، اكيد مسيرتك طويله هلبه مش حنقدر نستعرضها في برنامج او في لقاء، ولكن على الاقل الناس استحشتك. والله انا استحشت. وبعدين شوف يعني اجمل شيء اللي يساعدني الان مسلسل الكنه تصور، حسيت ان الشعب الليبي كله يتفرج، رجعوا ذكرياتهم، رجعوا لفنانينهم، يعني هو هذا الشعب الطيب البسيط اللي نحبه بعضنا، هيك تعلمنا وهيك تربينا. فانا سعيده بالرغم المسلسل كم مره تعرض، لكن سبحان الله المشاهد الليبي كاني اشوف فيه لامر، وحسيت ان كل ليبيا تتفرج. اذا شفت القوه الناعمه مهمة جدا، رسالتنا الآن زي رسالتك أنت كإعلامي كممثلة، هو هذا. احنا دائما نسعو ونقول للحب وللتسامح، احنا ما نجوش يعني لو ما عندناش أي أفكار غير أن أنا وياك نكون أحباب، غير أنا وجاري نكون أصحاب، غير هيك لازم يعني. هذه ليبيا، تعرفش معنى ليبيا؟ طبعا رغم كل الاختلافات ورغم كل التغيير، ما فيش اختلافات، ما فيش يعني نتمنى نحن نكون يعني حتى لو الواحد عنده شوية غير يخلي يحلم بك، يسكر عيونه ويشوف ويفتح عيونه يلقى أشياء جميلة. يعني الحياة حلوة، ولما تحب الحياة تعطيك، ولما تبدأ أنت يعني تساعد في أخوك، ولما تحب أخوك، ولما جارك وصديقك، هذه كلها حنشوفوك في أعمال درامية والله أتمنى يعني أتمنى أكيد أنا يعني ان شاء الله. يعني خلوها مفاجاه يعني، لان احنا ان شاء الله يعني فهمتني استاذ عبد الله الزروق على مشروع عمل رمضان ممتاز دراما، مش هم احنا ناس كلمونا على اساس نقولوا برامج خفيفه يعني بتاع رمضان، لكن لو درت هذا لازم يكونوا اسماعيل العجيلي مثلا، لازم يكون هالثنائي اللي انا اشتغلت، لان اشتغلوا ببراح. اذا كانت عندكم تجربه جدا ناجحه. عندنا تجارب طبعا، عندنا تجارب يعني في برامج منوعات، ابتداء من يوسف واسماعيل ولطفية وفتحي وسعد، وبعدين انا جيت بعدهم يعني. حنروح؟ حتروحي بس ان شاء الله تروحي للوطن ليبيا لناسك عن طريق هذا اللقاء، اغلب الناس اللي تحبك اللي تربت على اعمالك. الحمد لله والله. تعتبري رقم صعب. يعني الحمد لله يعني الحقيقة دعم الجمهور، وخاصة الآن بعد الشغل الأخير وشافوا كم من شغل والجوائز والتكريمات، فهو الحقيقة اللي لازم نقول له شابو، أجمل تحية يعني فعلا هم الدعم الحقيقي، بالإضافة لكل القنوات الليبية اللي ساعدتني وأنا نعتز أن 218 هي أول من قدمتني أو قدموا أعمالي، أو أول قناة أن هي تدير معاي لقاء بعد فترة، وطلعت برهبة وبخوف، ويعني في علاقة جميلة تربطني ما بين 218 هذه القناة اللي حستني الحب والتسامح وليبيا واحدة. يعني فعلا لا، ما هو اني لما نجي بعد الفترة هذه وتتصل بي 218 تميزني او اني تتفكرني، خلينا نكون يعني صراحة يعني صريحة، ان بعد غربة بعد ذاك الكلام وبعد جي 218 طبطب علي، هذه يعني لازم نحييها، لازم نحيي إدارة والشباب، يعني لازم نحيي السيدة هدى السراري على جهودها، وكل الشباب هو يعني حاضنتكم، وانتم تشتغلوا بعيونكم، احنا نشوفوا فيكم من خلال الشاشة كلكم حب، وتبوا تديروا شيء لليبيا، فشكرا لكم، وتحية لكل الفريق المخرج الجميل في الانتاج والمصورين، احنا اليوم فعلا ليبيين ومصريين وسوريين ومغاربة لم عربية، و218 هي ديما قناة الوطن العربية، فانا فرحانة هلبة وانا مش زعلانة من حد، واللي دادلي حاجة معلش الله يسامحه. ان شاء
شكرا لك. خلينا نقول لكم شويه من مسرحيه حكايه طرابلسيه، لكن مش الحزينه اللي الناس تحبها. نقول لما كانت امي لما كان على المقروض وعلى الغريبه وتجيب لنا، ما كانت تحس بتشرب الشاي ولا قهوه الا ما تطبخ على عمتي ولا على خالتي، ولا وين اختك فطمه، ولا وين نعيمه، ولا وين خديجه، ولا وين منى. كل هذا لازم تلمدنا، فاحنا ب 218 لمتنا يعني. شكرا هلبا خدوجه على رحاب صدرك واستقبالك لنا اليوم والحوار والسرد اللي طرحتيه، ونتمنى نكونوا مساعة ناكش. لا والله انا سعيده معك عمار هلبا بجديات. ايمن المخرج صح؟ لازم نحيوه يعني. شكرا ليك، تحيه كبيره ايمن. انا سعيده اني معاكم في هذا البرنامج، وكنت خايفه منك. كنت خايفه منك هيك لانك انت ما فيش هذاك، مش زي محمد الطيب. محمد الطيب في شويه علاقه بيني وبينه، هو احسن مش معانا اليوم. الحمد لله الحمد لله. لازم نوجه له التحيه. شكرا عمار منور، ونتمنى لك كل التالق والنجاح في برامجك الجديده. شكرا. هذه كانت حكايه طرابلسيه، حكايه خدوجه صبري، نختموا بها حلقه اليوم او حلقه هذه الحلقه الخاصه اللي كانت معاها. اتمنى اللي الناس اللي استحشتها تكون طلت عليها واعطتها جرعه من الابداع، من الحب، من التسامح. تصبحوا على خير.